للمرة الثالثة يحصل هجوم كبير من الجمهور المصري على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفنان المغربي سعد المجرد بعد الإعلان عن حفلة في مدينة شرم الشيخ بمناسبة احتفالات رأس السنة. الموضوع بدأ لما نشر الفنان سعد المجرد مقطع فيديو على موقع انستجرام عشان يروج لحفلته الجديدة، وكتب عليه: حبايبي الغاليين في مصر، هنشوف بعض يوم 29 ديسمبر في شرم الشيخ. وأعلن أنه هيعمل مؤتمر صحفي قبل الحفلة بيوم في نفس الفندق اللي هتتعمل فيه، واللي هيقدم فيها مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة. لكن فجأة بيحصل هجوم كبير عليه من الجمهور، وبيتصدر اسم سعد المجرد محركات البحث على كل السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، بعد ما دشن الجمهور هاشتاج مش عايزين سعد المجرد في مصر، عشان تكون دي المرة الثالثة اللي يعارض فيها الجمهور وجوده في مصر بسبب اتهامه في 3 قضايا اعتداء على فتيات. وزي ما قلنا دي مش أول مرة، لأن في 2020 واجه الفنان المغربي موجة من الهجوم الحاد اتسببت في إلغاء حفلته على مسرح كايرو شو، وكمان الحملة دي كانت سبب في وقف عرض حلقة تلفزيونية كان ضيف فيها في أحد البرامج السنة اللي فاتت. الموضوع ما وقفش عند هاشتاج مش عايزين سعد المجرد في مصر، بعد ما طلعت بعض الصفحات الخاصة بمكافحة التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي بيان هجمت فيه الفنان المغربي، وقالت إنه مصمم يدخل مصر بأي طريقة حتى لو هيعمل حفلة على الضيق في كباريه. كملت في البيان: لو الرسالة ما وصلتوش في المرات اللي فاتت فبنقول له احنا مش عايزين نستضيف متهم بقضايا زي دي في بلدنا، ومش قابلين ان النماذج دي يتعمل لها حفلات عندنا ويتعامل منهم ابطال كأن التعدي على الستات شيء عادي وملوش عواقب. طب ليه كل ده وايه اسباب الحملة الشرسة دي ضده؟ الفنان سعد المجرد اتوجهت ليه اتهامات في قضية اغتصاب في فرنسا سنة 2016، وفي مارس 2021 محكمة الاستئناف الفرنسية رجعت الملف تاني لمحكمة الجنايات اللي لحد دلوقتي ما أصدرتش حكم بإدانة سعد المجرد بشكل رسمي. ده كمان غير قضية تانية كانت تهم فيها بالتحرش ضد فتاة تانية خالص. بعد الحملة القوية اللي تعرض ليها سعد المجرد، خرج منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية عشان يعلن موقف النقابة من الحفل المقرر إقامته ضمن احتفالات رأس السنة لعام 2023، واللي كشف إن الفنان المغربي ما جاش عشان ياخد إذن للحفلة بتاعته لحد دلوقتي، بس قال إنه في حالة حضوره هياخد التصريح عادي عشان النقابة مش واخدة أي قرارات بمنعه من الغنى. واحد من مسؤولي الفندق اللي هيتعمل فيه الحفلة اتكلم في تصريحات صحفية إن الحفلة هيتعمل في ميعاده، وإن الحملات اللي اتعملت ما أثرتش على استعدادات الحفلة، وإن باب الحجز مفتوح على الموقع الإلكتروني وسعر التذكرة 1500 جنيه. بعد الحملات دي كلها، هل هتتلغي حفلته في مصر المرة دي ولا هتتعمل زي ما الفندق أكد؟ ده بقى اللي هنعرفه ليلة رأس السنة.